الأزمة الليبية المستمرة من 10 سنين مش بس أثرت على الوضع الأمني في الشرق الأوسط وأفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، لكنها كمان أضرت باقتصادات كل دول الجوار الليبي، خصوصا مع الثروات الكبيرة الموجودة في ليبيا. في دراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا، كشفت عن مكاسب تصل ل 162 مليار دولار خلال 4 سنوات إذا تم تحقيق السلام في ليبيا، مش بس للشعب الليبي لكن كمان لدول الجوار. وفقا للدراسة الخاصة بإحلال السلام في ليبيا، بيؤدي لإطلاق جهود إعادة الإعمار وبيخلق مكاسب للدول المجاورة. أوضحت أنه بحلول عام 2025 ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر فقط إلى حوالي 100 مليار دولار، في الجزائر 30 مليار دولار، في السودان 22 مليار دولار، في تونس 10 مليار دولار. ومن الممكن أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14% حتى عام 2025، وبنسبة 9% في مصر، وبنسبة 6% في تونس، وبنسبة 2% في الجزائر. أما على المستوى الدولي، بيحقق السلام في ليبيا مكاسب اقتصادية. مثلا إيطاليا مكاسبها هتصل ل 13 مليار دولار، ألمانيا 7.5 مليار دولار، 6 مليار دولار لفرنسا، و 5.5 مليار دولار لتركيا. حذر تقرير أعده خبراء